اتهم مسؤولون أمريكيون وبريطانيون مجموعة التجسس AB-T31 على الصلة بالصين بالقيام بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق يعتقد أنها شملت ملايين الأشخاص، منهم موظفون بالبيت الأبيض وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وبرلمانيون بريطانيون ومسؤولون في حكومات عديدة، فيما وصفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات بأنها ملفقة بالكامل وافتراءات خبيثة. كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام حشد كبير من أنصاره في ساحة دييغو إبارا عن إحباط محاولة لاغتياله خلال تجمع حشد في وسط كراكاس. جاء ذلك بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فيما أكد رئيس الحكومة الفنزويلية إلقاء القبض على 3 رجال ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو. ألمح رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك إلى تورط جهازه في عمليات قتل ومحاولات اغتيال عدد من السياسيين والشخصيات العامة الأوكرانية والروسية، ومن بينهم المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي ب400 جرام من المتفجرات الفراغية، والمدعي العام بجمهورية لوغانسك سيرغي غورينكو باستخدام 800 جرام من المتفجرات البلاستيكية، والبرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا برصاص مسدس.